لياندرو غراناتو هو فنان أرجنتيني يرسم بعينيه، فقد قرر استغلال موهبته الغريبة في استنشاق الألوان المائية المختلفة لإخراجها من عينيه بعد الضغط بطريقة خاصة على الجفن الأسفل ليشرع بعدها في تلوين لوحاته. ولكن كيف خاطرت بباله هذه الفكرة؟ عندما توفي جدي كلفت بالإشراف على مراسم جنازته، ولذلك لم أستطع التعبير عن ألمي ولم أستطع البكاء. وبعد عامين بدأت الرسم وقلت لم لا أرسم من خلال دموعي. قمت ببحوث حول الرسم بهذه الطريقة وتمكنت في ظرف عامين من إتقان تقنية الرسم هذه وأنجزت أولى لوحاتي. هذا الفنان الأرجنتيني الشاب يستخدم ألوانا مائية لا تضر بالعين مثل ما يؤكد، كما يصر على توثيق كل لوحة من لوحاته بالفيديو، وعندما يبيع واحدة منها يرفقها بفيديو يوضح بالتفصيل كيفية رسمها العجيبة. تقنيتي هذه قد تجلب الكثير من الانتباه، ولكن الكثيرين قد ينفرون منها لأنها قد تخلق لديهم شعورا سلبيا أو شعورا بالإشمئزاز، ولكن المهم بالنسبة لي هو أن عملي يخلق نوعا من الانفعالات لدى الناس. غراناتو الذي يرسم بدموع عينيه الملونة يبحث الآن عن معارض لاستضافة لوحاته، ويأمل أن يقتدي فنانون آخرون به ويطورون تقنيته هذه، فهل من متطوع؟